ناصر الشمراني لاعب نادي الشباب اللي ما استدعي اصلا، ما استدعي اصلا رغم انه هداف الدوري السعودي. اجماع هناك طبعا الاتحاد السعودي ايضا مستبعد كل من محمد نور والمنتشري ومالك معاذ هو الاخر ايضا بعيد تماما عن حتى قائمة البدلاء في هذه المباراة. إنما الآن ناصر الجوهر اضطر أنه هو يشرك ياسر القحطاني، رغم أن ياسر القحطاني يعني حسب ما قريت أنه ما هو جاهز 100%، ولكن على كل حال سلامات لكل لاعب عربي. يظهر لقاء أيضا البحرين أو لقاء قطر والبحرين، البداية كانت قطرية قوية لأن يدوب في أول دقائق شوط المباراة الأول منتخب قطر تمكن من تسجيل هدف. هنا طبعا كما ذكرت البداية الآن واضحة تماما، وواضح أن منتخب الإمارات يعني متمركز صح بشكل جيد. بالتوفيق إن شاء الله لمنتخب الإمارات في الشوط الثاني. هجمة على طول إماراتية عن طريق حيدر اللي معنا في الصورة، هذا هو برونو ميتسو، واضح تماما أنه يعني قد يكون في رياحية أكثر عن المباراة الأولى. هنا حيدر العلي الظهير اليمين لمنتخب الإمارات، 74 مباراة دولية وثلاث أهداف، الكرة توصل على طول على الجانب اليمين لعبد الله الشهيل، لعبد الله الشهيل. على كل حال كل فريق يسعى لتلافي اخطاء المباراه السابقه والخروج بنتيجه ايجابيه اكيد، على اعتبار ان هذه المباراه هي مفترض طرق ان كانت بالنسبه للامارات او حتى بالنسبه للمنتخب السعودي. يعني انت عارفين الان كوريا الشماليه متصدره المجموعه الثانيه، كانت قد فازت على الامارات بهدفين هدف، تعادلت مع كوريا الجنوبيه بدون اهداف، اذا 4 نقاط من مباريتين. منتخب الامارات الان يبحث عن اول 3 نقاط في ثاني مباراه، المنتخب الكوري الجنوبي عند نقطه نتيجه تعادل اليوم مع كوريا الشماليه، المنتخب الايراني نقطه نتيجه تعادل مع المنتخب السعودي. اذا هذا واقع حال المجموعه الثانيه والصداره كما ذكرت كوريا الشماليه. هناك اذا ما انتهت مباراه قطر يعني فائز على حساب البحرين، فمعنى هذا ستصبح ايضا الصداره قطريه، على اعتبار ان قطر كانت قد فازت على اوزبكستان بثلاث اهداف، استراليا لو فازت ايضا على الاوزبك بهدف، فيما اليابان ايضا هي الاخرى فازت على البحرين 3-2، واليوم اليابان في هذه الجوله هي باي. منتخب الامارات مباراة القادمه 15/10 في كوريا مع كوريا الجنوبيه هناك في سيول، السعوديه راح تكون باي الجوله الجايه لكن ستقابل كوريا الجنوبيه في الرياض يوم 19/11. ضربه مرمى الان، ضربه مرمى، احنا في 19/11 على فكره حنكون باي. كره اللعب على طول توصل مباشره لفيصل خليل، ينقلها لمحمد الشحيل، يلعبها لفيصل خليل، كرة اللعب توصل لعادل على طول لسبيت خاطر صاحب هدف المباراة، اسماعيل كرة معاه ينقلها ويفتح اللعب هناك لحيدر العلي مباشرة للحمادي، يحاول يموه الحمادي على الخط تماما يحاول يعدي، وعدى الحمادي من الاولاني وحكم المباراة تحتسب خطأ لصالح منتخب الامارات. الحمادي يا جماعة والله يعني عامل شغل طيب على حسين عبد الغني، مضايق تماما حسين عبد الغني، والله مرهق حسين عبد الغني ارهاق غير عادي. قلت لك السرعة المهارة موجودة عند الحمادي، الخبرة موجودة عند عبد الغني، وضربة حرة مباشرة. وحيطة معمولة، الجماهير بدأت تتوافد إلى مدرجات استاد محمد بن زايد، والجوهر يصدر تعليماته بإجراء الإحماء لمعظم اللاعبين الاحتياطيين. حرة مباشرة، مورا يعطي إشارة البدء وعلى طول كرة ملعوبة بالرأس، ولكن ترجع مره ثانيه. قلت لك كان يلفت نظر حسين عبد الغني والحمادي، هذه الكره يا ريت لمست راس محمد الشحي، الكره الان على طول يخلصها، لا تروح الكره خارج الملعب، خارج الملعب الان، ورمي تماس لصالح منتخب السعوديه. برونو ميسو دومينيك احتياط المنتخب السعودي، فهد علي كذلك الاداري موجود، عبد الله حسن مدير الفريق موجود، وحتى الان دكه منتخب الامارات هي اسماعيل حماد ربيع طارق حسن عبد الله احمد داده فارس جمعه محمد ابراهيم
وسيف محمد، على طول الكرة تروح خارج الملعب ورمي تماس لصالح منتخب الإمارات في أول تقريبا خمس دقائق من زمن شوط المباراة الثاني. منتخب الإمارات يتألق على حساب شقيق المنتخب السعودي ويتقدم حتى الآن بهدف، وشايف في لاعب طايح بالسلامة لأسامة الهوساوي. سلامات يا أسامة. لا والله لعبة نعم تستحق فاول أكيد، وضربة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي، ويظهر لي بطاقة صفراء انذار لفيصل خليل هذا اللي معانا في الصورة. اذا الان تقريبا يعني خمس بطاقات صفر في هذه المباراة، ثلاث بطاقات للمنتخب السعودي، بطاقتين لمنتخب الامارات، والكرة توصل على طول على الجانب الشمال، تلعب لحسين عبد الغني، ينقلها لأحمد عطيف، أحمد عطيف ورا مباشرة الآن للهساوي، الكرة معه، أسامة الهساوي ياخذ كرته هنا على الجانب اليمين يفتح اللعب لعبد الله الشهيد، يحاول يتقدم الحمادي معه، الكرة طول توصل سميت خاطر ورا لهلال، هلال ياخذ كرته يلعبها أمامية بعيدة على الشحي، بعيدة على الشحي، كرة أقرب لحسين عبد الغني، ياخذ كرة حسين يحاول يتقدم على طول، مفروض يروح لهني محمد يقابل، الكرة تلعب توصل لشلهوب، راح الخط هناك، رايح لعيده حيدر، كرة أيضا تلعب هنا أيضا يخلصها راشد، يلعبها لسبيت، سبيت يرجع مرة ثانية ياخذ كرة يحضن عليه تتخلص الكرة، سلطان خذوها، خطيرة هذه على طول تتخلص، خطيرة هذه يا جماعة، اللعبة هني بالشوكة والسكينة صعب، اللعبة هني بالشوكة والسكينة صعب، معلش على طول خلص أول بأول، أول بأول رحنا ريح نفسينا، ما في داعي يعني، الواحد يريح نفسه ما في داعي تحط نفسك في مكان حرج، في موقف حرج، بتصرف أيضا ما تعرف نتيجته، ورمي التماس، رمي التماس. هذا هو حيدر العلي المعرف في الصورة، على طول يلعبها حيدر، تلعب محمد الشحي مباشرة في صفارة وفي خطأ الآن لصالح منتخب الإمارات، ضربة حرة مباشرة واضح هذا، والآن ناصر الجوهر، ناصر الجوهر، وحتى الآن كما ذكرت القلق بادي تماما على ناصر، على اعتبار أن النتيجة حتى الآن إماراتية بهدف بإمضاء سبيت خاطر. نذهب يعني للدقيقة الثامنة تقريبا، الكرة تلعب خذوهات على طول تتخلص، الكرة ترجع مرة ثانية الآن لصالح منتخب السعودية، ياخذ أحمد عطيف الطول عليه، حكم المباراة يقول ما فيها شيء، إهلال يلعبها في مكان سليم تماما لعادل، يتقدم الكرة معاه، عادل ياخذها عنده مساحة ممكن يلعبها لسائل البعيدة، لا هو لو تصرف ولعبها داخل منطقة 18 أحسن، لو تصرف ولعبها داخل منطقة 18 أحسن من أنه يلعبها في المكان هذا، لأن خلاص ضاعت علينا هجمة. كرة اللعب حكم المباراة يقول له يخلي الكرة تطلع طبعا برا 18، لازم لازم على طول يتقدم خالد عزيز، ياخذ كرته ويتقدم وعنده مساحة، رايح له الحمادي يحاول يضغط عليه برافو الحمادي، يخلصها الحمادي، الكرة معاه واسماعيل معاه، يلعبها لما الكرة تصطد في خالد عزيز اللي رجع وافتك كرته واخذها على طول، والكرة تروح خارج الملعب، خلص كرته والكرة تروح منه خارج الملعب، وهني شايف يعني برونو ميسو يقول لك كان المفروض حد ينزل على طول يستلم منه كذلك وحد يقابله، كرة اللعب وتروح خارج الملعب، رمي التماس لصالح منتخب الامارات، عادل عبد العزيز على رمية التماس، اسماعيل يعدي من الاولاني، يا سلام، اسماعيل ينقلها في مكان سليم لحيدر، عنده مساحه ممكن، محمد الشحي يسناد معاه، غير رايه، راح يلعبها هني، يلعبها لمحمد نعم، تلعب الكره لمحمد الشحي، يحاول يتقدم، مضغوط تاخر شويه، التاخر مش لصالحك يا محمد، كره توصل لعطيف امامي يتقدم الان، يلعبها لفيصل السلطان، السلطان يشوت والكره تروح خارج الملعب، خارج الملعب وضربه مرمى، اخطر كره للمنتخب السعودي في شوط المباراه الثانيه كانت على الطريق، فيصل السلطان اللي معانا في الصوره على طول على طول لعبها، فيصل السلطان كان ممكن يكون سلطان، سلطان الكره السعوديه، لو هو نعم سجل هذا الهدف، ولكن الكره الحمد لله تعدي جنب القائم وبالتالي تذهب بردا وسلاما. خارج الملعب ضربه مرمى، تلعب على طول، اماميه الان لصالح منتخب السعوديه الشلهوب، براسه يلعبها لخالد عزيز، ياسر القحطاني، مره ثانيه الان
كرة توصل جهة محمد عبد عطيف، العبها أمامية أقرب في تحارس المرمى، في تحارس المرمى ماجد ناصر، هذا هو عبد عطيف لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي، أحد ركائز نادي الشباب وركائز المنتخب السعودي، أحد أيضا الأعمدة اللي يعتمد عليها ناصر الجوهر مدرب المنتخب السعودي. على طول أمامية طويلة هذه بالرأس، الكرة ترجع الآن لإسماعيل إسبيت، إسبيت والحضور الطيب في هذه المباراة، محمد على طول الشحي، إيلال سعيد ينقلها على الجانب الشمال اللعب، كرة توصل لعادل عبد العزيز، عادل يمشيها هنا في مكان على طول الشحي، يا سلام ياخذها ويحاول المر مضغوط سكر زاويته يرجع فيها مرة ثانية أيضا عندما في مجال يعدي ممكن يعدي، لا طالت طالت وخلصها المدافع، طالت وخلصها، تأخر فيها سنة، هو يا ريت لعبها على طول الفيصل، يا ريت عملها الفيصل، كان ممكن كان ممكن كان بالإمكان أفضل مما كان. هذه هي لاحظ هني هني لما راحت من حسين عبد الغني خارج الملعب ركنية لصالح منتخب الإمارات، يعني الفاولات لو تلاحظ 6 في 11 6 الإمارات 11 السعودية، وضربة حرة ضربة ركنية لصالح منتخب الإمارات على شمال وليد عبد الله حارس مرمى المنتخب السعودي، إسبيت يعملها نما أيضا ترجع له مرة ثانية، ترجع له من دفاع المنتخب السعودي، هي ردها عالية ولعبها على طول تتخلص، هذه تبغى شوية عالية، تبغى شوية يشيلها شوية فوق وبالتالي تروح خارج الملعب. على فكرة مدافعي المنتخب السعودي يعني قلبي الدفاع أطوال شوية، نعم اللي هم ماجد المرشدي والهوساوي، لكن في رأيي الشخصي بالإمكان التعامل معاهم، بالإمكان التعامل معاهم، إذا وين الكروسات اللي ممكن تي داخل منطقة 18 على قدام الست يارد، كرة توصل على طول لعطيف لأحمد عطيف يلعبها جهة أسامة الهوساوي على الجانب اليمين، الآن عبد الله الشهيل المنتخب السعودي الكرة معاه يتقدم يلعبها الآن مباشرة الآن وراء اللي هو السلطان يلعبها جهة أسامة الهوساوي، كرة اللعب توصل ماجد المرشدي على الجانب الشمال الآن حسين عبد الغني، الجماهير الإماراتية تترقب هذا اللقاء، تترقب الدقائق الصعبة، تترقب شوط المباراة الثاني، ثلاث نقاط المباراة هي الأهم في هذه المباراة، ثلاث نقاط المباراة هي يعني اللي ممكن تعيد الإمارات، تعيد الإمارات إلى واجهة التصفيات، على اعتبار أن الخسارة الأولى كانت قاسية والله قاسية، معلش ولكن يعني الأداء حتى الآن مرضي تماما، راية 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 والقحطاني في موقف تسلل، ياسر القحطاني اللي دفع فيه ناصر الجوهر مع بداية شوط المباراة الثاني عوضا لسعد الحارثي في موقف تسلل، في موقف تسلل، شايف الجوهر طلب من كل لاعبي منتخب السعودية التسخين، طلب من كل لاعبي منتخب السعودية التسخين، الآن وهذا ياسر القحطاني الكاسر كما يلقب هناك في السعودية، وعلى طول ماجد ناصر يلعبها نيل كرة بالرأس توصل لفيصل خليل يلعبها لمحمد الشحي تلعب لسبيت خاطر، إهلال الكرة معاه، إهلال يحاول ينقلها يلعبها لفيصل، الكرة بعيدة الآن ترجع الآن للمنتخب السعودي مباشرة تتخلص برافو حيدر العلي يخلصها مع الحمادي، مع الحمادي حط الحمادي غير راية الآن غير مرة ثانية الآن يحاول يمر يحاول يعدي وحكم المباراة احتسب خطأ ضد حسين عبد الغني ولصالح حيدر العلي، كرة في مكان سليم، الكرة في مكان سليم تماما، أحلى من الركنية، مكان خطير خطير خطير، بس وين اللي يتعاطى ويتعامل معه؟ هني عاد دور اللعيب اللي يلفها لف، هذه تبغي واحد يلعبها بقدم الشمال، تبغي واحد عادل، يفترض ان عادل هو اللي يروح، يفترض ان عادل هو اللي يروح، لان هو الوحيد اللي ممكن يتعامل مع الكره هذه على اساس يلعبها بشمال تلف تلف كذي حرف واو وتروح مباشره جد بين الست يارد وبين نقطه الجزاء، هني عاد مهمه بشير فيصل او اسماعيل محمد الشحي اي منهم لو يد برا 18 اسماعيل ينتظر يفترض، اذا ضربه حره مباشره لصالح منتخب الامارات، عادل عبد العزيز على التنفيذ، حيطه سعوديه من لاعبين اثنين على طول تلعب خطيره وخلصها يخلصها المنتخب وعلى طول يلعبها ايضا حيدر ما تصطد ترجع لراشد يردها مباشره الان ويخلصها مدافع المنتخب السعودي، والكره الان ترجع شايف عدم التوقيت السليم مباشره السلطان يحصلها يلعبها للشلهوب خطيره هذه المنتخب السعودي، برافو هلال برافو قلت لك قوه يعني التغطية السليمة من جانب هذا اللاعب،
تغطية غير عادية ورائعة، وعادل يتقدم الكرة معه، يعدي من الثاني كذلك عادل، ياخذها ويلعبها برافو لاسماعيل مطر، اسماعيل يحاول يمر، تتلعب الحمادي، الحمادي يحاول يمر، هجمة مرتدة للإمارات، تتخلص من جانب عبد الله الشقيل، كرة معه وياخذها الظهيري من المنتخب السعودي، ياخذها مع عادل يلعبها الكرة تصطاد، توصل مباشرة لعبد عطيف يخلصها منتخب الإمارات، والكرة توصل لاسماعيل حمادي، يلعبها لسبيت خاطر، سبيت ورا مباشرة لبشير. بشير يلعبها نما بعيد عن الحمادي، كرة تروح خارج الملعب وتماس لصالح منتخب السعودي. رمي تماس، كرة تتلعب على طول تتخلص، برافو فيصل رجع، اسماعيل عملها، الكرة تتخلص مرة ثانية توصل للشلهوب، الشلهوب يتقدم يحاول تصطد، برافو لحيدر، تصطد برافو يا حيدر، كرة توصل للان محمد الشحي، عملها لفيصل، ايه فيصل لو قطع صح، كرة توصل للشحي لفيصل لاسماعيل، اسماعيل يحاول يشوت، راح هناك وتطرف وتطوح، اسماعيل على طول ياخذها، هني يشاور له ايضا الشحي، كرة تتخلص من جانب دفاع المنتخب السعودي، تروح خارج الملعب ورمي التماس. يا جماعة أصبحت في مساحات، في مساحات إحنا يفترض أن نتعامل مع هذه المساحات، شايف؟ وحتى أن برونو ميتسو يشاور عليهم أوكي على مسألة الأداء حتى الآن في شوط المباراة الثاني، نعم منتخب الإمارات يتجاوب تماما مع المباراة، نعم في مسألة الحركة، في مسألة كذلك التغطية، في مسألة الزيادة العددية في الهجوم، في مسألة الزيادة العددية والتغطية في الدفاع، في تعبئة نص الملعب وعدم إحطاء المساحات، في الضغط على لاعب حامل الكرة أحيانا وخاصة على الأطراف، في يعني يا رب استثمر الهجمات المرتدة هذه اللي نعملها عن نتيجة إيجابية ويتغطى هذا الهدف بهدف ثاني. الكرة توصل على طول ترجع لصالح منتخب السعودية عن طريق عطيف، عبد عطيف على طول يلعبها، الشلهوب الكرة تتخلص من أمامه، ترجع مرة ثانية لإسماعيل، إسماعيل يحاول يعملها لفيصل، كرة تتخلص أيضا ترجع لصالح المنتخب السعودي عن طريق حسين عبد الغني، ينقلها هناك في مكان سليم تماما لفيصل السلطان، يحاول يعدي إنما أيضا في صفارة وفي خطأ، والخطأ ضد حيدر العلي ولصالح فيصل السلطان. هذا هو فيصل السلطان اللي طبعا يعني يحاول بقدر الإمكان أن يشوف لأي مكان على اليمين على الشمال سيان، المهم انه هو يصل لمرمى الامارات، ولكن كما ذكرت التغطيه سليمه وسليمه جدا، ان كانت من جانب حيدر على الجانب اليمين او ايضا عادل من جانب الشمال او عنقي الدفاع بشير وراشد، هذا حسين عبد الغني ضربه حره مباشره لصالح منتخب الامارات. شوف شلون يعني حتلاقي تقريبا خمس فوانيل خضر، اربع دخل ال 18 فانيله على القوس تماما، تغيير من جانب المنتخب السعودي. هذا هو الان 10 10 اللي هو الشلهوب راح يترك المباراه لعمر الغامدي لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي. اذا عمر الغامدي يعوض الشلهوب في شوط المباراه الثاني، هذا هو التغيير الثاني للمنتخب السعودي وتحديدا في شوط المباراه الثاني. التغيير الاول كان ياسر القحطاني مع بدايه شوط المباراه الثاني بدل سعد الحارثي، كره تلعب على طول بالراس، يبعد حارس المرمى، برافو، ارجع مره ثانيه خلصها، تدخل، برافو، يا سلام يا مايد، بطل يا مايد، رائع يا مايد، عمري عليك يا مايد يا مايد، كره ترجع مره ثانيه الان لمنتخب الامارات لما تتخلص، عبد الله الشيل، مايد للمره الثانيه على التوالي، مايد في لقطتين ولا اروع، مايد في محاولتين ابعدهم للمنتخب السعودي. كرة ترجع مرة ثانية وتتخلص، مايد نعم أطفى شمعة الهجمة السعودية، كرة توصل مرة ثانية الآن لإسماعيل في مكان سليم، إسماعيل مرة ثانية لسبيت، إهلال ينقلها هناك على الجانب اليمين، ياخذها حيدر العلي، يتقدم لسبيت، سبيت الكرة معاه، سبيت مرة ثانية لحيدر، لسبيت رايح له اللي هو عبد عطيف غير رايح، يلعبها الإهلال، إهلال مرة لحيدر العلي على الخط تماما، حد يروح لهناك على الخط يطولها لنفسه والكرة تروح منها خارج الملعب. رمي التماس، يا على الفرصة اللي ضاعت، يا على الهجمة اللي ضاعت، ياو ياو ألف يا لماجد الحقيقة، لمايد اللي تألق وهجمة الآن سعودية عن طريق ياسر القحطاني، يحصلها ولا لا حصلها قبل يطلع برا، ياخذها ويضم على داخل، يلعبها وخطيرة هذه والكرة تروح خارج الملعب وضربة مرمى، نخلي بالنا يا جماعة، نركز شوية يا جماعة، التركيز بشوف شلون، هذه هي بالراس الأول من المدافع،
هني ترجع على طول هني لي عبد عطيف يشوت برافو ما يرجع يخلصها، يعني كانت خطيره من جانب المنتخب السعودي، ولكن قلت لك يتالق ماجد، يتالق العائد ماجد ناصر. نعم، وبالتالي يبعد كرتين على التوالي للمنتخب السعودي، وتبقى النتيجة مثل ما هي حتى دقيقة 20 من زمن شوط المباراة الثاني. تألق إماراتي، هدف إماراتي عن طريق بخيت سعد، كرة بخيت سعد، يا الله الله يزمالك بخيت، عن طريق سبيت خاطر، عن طريق سبيت خاطر. نعم، هذا هو الآن عبد الله الشيل، الكرة معاه، ذكريات جميلة لأسماء جميلة لأرقام جميلة لتألق جميل لكرة القدم أيام زمان، ليش لا؟ وتلك الأسماء، تلك الأسماء تتواصل مع التاريخ. والآن أيضا الراية محمولة عند أسماء أخرى، عند سبيت وعند إسماعيل، عند محمد الشحي وفيصل خليل وإسماعيل مطر، عند هلال وحيدر وراشد وبشير، عند عادل وعند ماجد، عند كل هذه الأسماء التي تتألق مع الكرة الإماراتية. شدانا اشتعنا لكن خلصها يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مش معقول الكرة تتخلص ترجع مرة ثانية الان اللي صار. سليم لحسين عبد الغني صاحب الخبرة الميدانية، حسين انقل هناك في مكان سليم تماما، عبد عطيف ياخذ كرته يحاول يواجه المرمى ويشوت، جول جول، هدف يتوسع نفسه ويشوت، قلت لك ما حد ضغط عليه، ما حد ضغط عليه اطلاقا، وبالتالي لعبه هو مرتاح، لعبه وهو مرتاح، وعبد عطيف يسجل هدف التعادل للمنتخب السعودي، وبالتالي 1-1. لاحظ شوف شلون حسين عبد الغني عمله لعبدوني، راح عدى من الاولاني، شايف يعني السكه هنا اصبحت واسعه وفي مجال للشوط، يعني زاويته صارت كبيره و
يلعبها ما بيه الآن في اللعب للحمادي، يحاول يسيطر عليه الحمادي الكرة معاه على طول، يبعد المدافع الكرة تروح خارج الملعب، والغني اللي معنا بالصورة وضربة ركنية لصالح منتخب الإمارات. شفنا احنا شوف شلون تصطد الكرة في فخذ، تضرب في فخذ راشد عبد الرحمن داخل منطقة 18، يرجع مرة ثانية فوق اللي هو الأساوي، ياخذ كرته يلعبها بعيدة هنا، كرة تروح خارج الملعب ورمي. ننسى أن المنتخب السعودي سجل هدف ونبدأ من أول وجديد، لأن بإمكان منتخب الإمارات بإمكانه أن يسجل هدف ثاني، على اعتبار أن احنا قاعدين نوصل لمرمى المنتخب السعودي كرة اللعب. لكن في الثلث الأخير من جانب منتخب الإمارات لا زلنا نفتقد التركيز في الثلث الأخير، أي أمام مرمى المنتخب السعودي، كرة توصل على طول في صفارة وفي خطأ لصالح المنتخب السعودي، وعبد عطيف يتركها للأسامة. لصالح منتخب يعدي الغامدي، يعدي من الاولاني خطيرة هذه يا ساتر. يعني الكرة كذلك اصطدت يظهر بقدم راشد عبد الرحمن، اجمالا هدف اقلب الطاولة نعم، وعمر الغامدي يسجل هدف الثاني، عمر الغامدي يسجل هدف الثاني للمنتخب السعودي. مش عارف يعني في شو اجمل مما قدمه امام كوريا الشمالية. في الشوط الثاني افتقدنا التركيز في الخط الخلفي، في هذه مشكلة، يعني مشكلة منتخب الإمارات اللي تحتاج لعلاج لا زالت وراء. يعني انت في شوط المباراة الأول أمام كوريا الشمالية وتراجع تام وخسارة في شوط المباراة الثاني، الشيء بالشيء يذكر، السيناريو يتكرر، الصورة تعود من جديد، أفضلية في الأداء الجزائر الحبية. بعد ذلك أيضا في مباراة البحرين الحبية، قبل ذلك في مباراة إيران على ملعبنا. يعني تخيل أنت، يعني دليل على أن نحن عندنا مشكلة تحتاج لعلاج، مشكلة مزمنة. وين العلاج ما أدري، وين العلاج ما أدري. هذا هو برونو ميتسو اللي هو عليه مسؤولية علاج الخط الخلفي، عليه مسؤولية علاج الخط الخلفي كما ذكرت. عمر الغامدي لاحظ شلون، شوف عدى من الأولاني، عدى من الثاني، فتحت للسكة أبدا، يعني الشارع مفتوح، الشارع مفتوح، نجح تماما في التوغل، دخل رقم 18، ما حد معاه، ما حد ضغط عليه، وبالتالي لقى نفسه حر. وضع طبيعي طبعا انه ينفرد بالمرمى في الحاله هذه ويسجل، وهذا وضع طبيعي في ظل عدم وجود الرقابه والضغط على اللاعب. اي يعني بيني وبينك
قلت لك العلة احنا كل خوفنا والله كل خوفنا حتى بين الشوطين كنا نتكلم على مسألة الله يعين بس الله يعين ان الامور تمشي صح مثل ما مشت في الشوط الاولاني بالنسبة للخط الخلفي ان اي غلطة خلاص هم الظهر هم اللي يحمونك هم اللي يحمونك وبالتالي اي غلطة يعني معناتها خلاص في الباي باي وهذا اللي حصل غلطة اولى اصطدت الكرة في 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 رين راشد وراحت في المرمى بعد ما تغير اتجاهها الغلطة الثانية شفناها احنا قبل شوية عمر الغامدي ياسر يحاول يمر الكرة توصل اقرب لحارس المرمى لماجد للأمانة ماجد غير مسؤول ابدا للأمانة ماجد ما هو مسؤول ولا عن هدف الكرة توصل على طول لإسماعيل يحاول يمر عدى إسماعيل عدى وعملها لفيصل تتلعب قدام الجول يا لطيف فيصل خليل فيصل خليل وضاعت أيضا هجمة وضاعت فرصة وضاع هدف التعادل وضاع هدف التعادل شوف شلون الحمادي عمل اللي عليه 10 على 10 عدى بين اثنين عملها لفيصل الكرة تصطد وترجع وبالتالي ضاعت هجمة وضاع هدف التعادل الكرة توصل الآن لإسماعيل يلعبها لعادل عادل عبد العزيز يحاول يتقدم الكرة معاه يرسلها لسبيت خاطر كرة اللعب مباشرة توصل لحيدر العلي حيدر العلي يلعبها عالية نية اللعب يحاول اللي هو فيصل كرة تتخلص من أمامه تلعب لماجد المرشدي مباشرة الآن اللي عبد عطيف على طول لأخوه أحمد عطيف أحمد لعب على الجانب اليمين الغامدي الغامدي اللي يحاول يفعل دور نص الملعب يعني كفاية هو نزل وسجل هدف السعودية الثاني كرة تتخلص بشير يخلصها يلعبها لمحمد الشحي ورا مباشرة لبشير هناك يلعبها لإسماعيل حمادي إسماعيل يحاول يمر إسماعيل يا لطيف شو عامل في حسين عبد الغني يا لطيف شو عامل في حسين عبد الغني حسين يحاول يعدي الكرة إسماعيل عدى من اثنين ويحاول يعدي من الثالث يا بس هذه شوية فيها زيادة شوية فيها سنة زيادة يا إسماعيل كرة ترجع مرة ثانية الآن لعبد عطيف هذا إسماعيل حمادي قلت لك عامل العمايل يعني الله يعين حسين عبد الغني بعد هذه المباراة الله يعينه يا اللي قاعد يصير معلش كرة توصل لعبد عطيف تلعب مرة ثانية الآن للمنتخب السعودي محاولة الآن لصالح المنتخب السعودي كما ذكرت المنتخب السعودي يبقى من الأرقام الصعبة والصعبة جدا في هذه التصفيات كرة تروح خارج الملعب هناك على طول بشير يلحقها ويلعبها وتطلع منها خارج الملعب رامي التماس هذا الحمادي موه لاحظ هني على طول أخذها حاول يمر هذه الكرة كرة فيصل براسه أحمد دادا هيكون البديل الأول للسيد برونو ميتسو أحمد دادا مكان 13 مكان 7 محمد الشحي 13 أحمد دادا إذن هذا أول تغيير لمنتخب الإمارات نزول أحمد دادا 24 مباراة دولية وهدف مكان محمد الشحي شايف الحكم السيد يوشي نيشيمورا قاعد يكلم مساكي الحكم الرابع يكلم ايضا مراقب المباراه من سريلانكا وهناك جمال الشريف الحقيقه مراقب الحكام من سوريا شايف مراقب المباراه قاعد يكلم الضابط المسؤول عن الامن من الملعب تلعب رامي التماس في صفارة وفي خطأ لصالح منتخب السعودية ضربة حرة مباشرة لياسر القحطاني حقيقة نزوله فعل الشق الهجوم بشكل كبير كذلك عمر الغامدي نزوله يعني صنع فارق في نص الملعب خاصة في الشق الهجومي وواضح الآن حيطة معمولة من جانب منتخب الإمارات من لاعبين اثنين ضربة حرة مباشرة حسين عبد الغني على التنفيذ حيطة من لاعبين اثنين الحمادي وهلال كرة اللعب خطيرة في حارس المرمى في حارس المرمى ماجد ناصر لا 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 معلش يعني
في النهاية لقاء أشقاء وحبايب. إنذار إنذار لياسر القحطاني. إنذار يعني افترض الهدوء وضبط النفس. شوف هني واحد هني ياسر سحبه من ايده واحد سحبه من ايده هني. يعني ما كان له لازم ابدا. يعني على كل حال خلاص الحمد لله انتهت على خير. هذا هو 14 الان البديل الثالث للمنتخب السعودي. 14 سعود كريري. سعود كريري هو البديل الثالث للمنتخب السعودي. سعود كريري هذا شايف اللي هو فيصل السلطان ترك الملعب. اني برونيتسو معنا في الصورة. اذا التغيير فيصل السلطان يترك الملعب لسعود كريري. سعود كريري هو البديل الثالث للمنتخب السعودي. تقريبا يعني نلعب في اخر 8 دقائق من زمن شوط المباراه الثانيه. ومنتخب السعوديه قلب الطاوله على منتخب الامارات. كان متاخر بهدف امام منتخب الامارات. بعد ذلك تمكن المنتخب السعودي من تسجيل هدف التعادل واضاف الهدف الثاني، وبالتالي تقدم على حساب منتخب الامارات بهدفين لهدف. محاوله الان لصالح المنتخب السعودي. على طول يحاول يلعبها، الكره توصل من الغامدي لاحمد عطيف، يحاول يعدي موه عدى من الاولاني، يرجع فيها ورا للغامدي مباشره لعطيف. عطيف الكره معاه ينقلها هني في مكان سليم تماما لما طالع ماي على طول ماسك. إذن سعود كريري هو كما ذكرت البديل الثالث للمنتخب السعودية. حسين عبد الغني، خالد عزيز ينقلها على الجانب اليمين على طول. على فكرة يعني منتخب الإمارات إذا ما خسر فمعناته يعني راح تتضاءل آماله بشكل كبير جدا، وراح يصبح هو ثاني فريق من ضمن العشر الكبار في آسيا يخسر في ثاني مباراة بعد المنتخب الأوزبكي اللي خسر أمام قطر بثلاثة، اليوم خسر أمام أستراليا بهدف. إحنا طبعا كنا قد خسرنا أمام أيضا كوريا الشمالية 2-1 عفوا محاولة لا على طول راية 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 راية. يعني منتخب الإمارات 2-1 أمام كوريا الشمالية حتى الآن متأخر أيضا بهدفين هدف أمام المنتخب السعودي. منتخب السعودية تعادل مع إيران بهدف، يعني لو أنهى المباراة لصالحه اليوم متقدم بهدفين هدف معنى هذا ان 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 راح يتساوى مع المنتخب الكوري الشمالي ويتقاسم الصداره معاه باربع نقاط من مباريتين. يعني اعاد مره ثانيه الى التصفيات بقوه. كره توصل على طول لحارس المرمى اللي وليد عبد الله. حقيقه برايي الشخصي يعني الهدف اللي عمله عمر الغامدي يعني بمجهود فردي، لكن ايضا مدافعي منتخب الامارات ساعدوه لسبب، لان ما في اي رقابه ولا ضغط ابدا ولا حاجه، خلوه يتقدم بحريه بدون اي ضغط بدون اي مشاكل. لقى نفسه قدام المرمى شاط وسجل الهدف الثاني. عبد عطيف يلعبها لياسر القحطاني، يحاول يمر مع راشد عبد الرحمن. رايح لهلال يستلم اماميه، الكره اللعب توصل للحمادي، يلعبها لحيدر العلي، تلعب هني وبالراس، الكره ترجع الان لصالح منتخب السعوديه. احمد عطيف يخلصها مره ثانيه، يرجع حصلها سبيت، يتقدم سبيت
مباشرة لإسماعيل مطر، يحاول يمر الكرة معه، إسماعيل ياخذها هنا، ممكن لعب الحماد يغير رأيه مع أحمد دادة، تلعب الكرة توصل لعادل، عادل ياخذ كرته يطلع عالية بعيدة هناك، بعيدة وخارج الملعب رامي الترمس. تغيير أيضا بالنسبة لمنتخب الإمارات، محمد إبراهيم، محمد إبراهيم راح يعوض زبيد خاطر. أجل التغيير شايفه، أجل التغيير. أجل التغيير شوية. راشد عبد الرحمن، بشير أمامية على طول، كرة لعب ما توصل لإسماعيل، الكرة تتخلص، يرجع مرة ثانية الآن يحصلها عبد العطيف على الجانب الشمال، ياخذ كرته يحاول يمر، كرة ترجع الآن مرة ثانية لصالح المنتخب السعودي. حقيقة يعني أنا أعتقد أن الآمال تضعف وتضعف وتضعف، لأن خلاص نلعب في آخر ثلاث دقائق من زمن شوط المباراة الثاني. ها المرة هذه إذن يعني الحمادي في البداية رفعوا اللوحة على أربعة، بعدين دخل المدرب على طول قال لا خمسة، إذن الآن الحمادي راح يترك الملعب لمحمد إبراهيم، حمادي راح يترك الملعب لمحمد إبراهيم في آخر تقريبا ثلاث دقائق من الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الثاني. ومنتخب الإمارات متأخر أمام المنتخب السعودي بهدفين لهدف، يعني منتخب الإمارات هو اللي أنهى شوط المباراة الأول متقدم بهدف عن طريق سبيت خاطر، بعد ذلك تمكن منتخب السعودية من العودة للمباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق عبد العطيف، وعمر الغامدي يؤمن النتيجة حتى الآن لصالح المنتخب السعودي بهدف ثاني. كرة توصل على طول لبشير، ياخذ كورتر يحاول يتقدم يلعبها، كرة تتخلص ترجع مرة ثانية الآن لصالح المنتخب السعودي، خذوا هات يرجع يحصلها المنتخب السعودي، عبده ورا لعبده عطيف يحاول يعدي، وخطأ لصالح المنتخب السعودي وتحديدا ضد اسماعيل مطر ولصالح عبده عطيف. يعني منتخب الإمارات في رأيي الشخصي إذا ما بقت النتيجة بهذا الحال فمنتخب الإمارات بالنسبة لهذه التصفيات في مهب الريح، في مهب الريح خلاص، يعني باي باي من مباريتين على ملعبك، راح منك ست نقاط معلش هارد لك، الأمور يعني خلاص، يعني المسألة باتت صعبة وصعبة جدا. أحمد دادة يحاول يعدي يلعب لسبيت خاطر، سبيت يلعبها لإسماعيل، إسماعيل الكرة معاه تلعب على طول لعادل، عادل يطلعها بعرض الملعب، الكرة تتخلص، تتخلص من أمام أحمد دادة، ترجع مرة ثانية الآن في صفارة وفي خطأ، صفارة وخطأ ويظهر الإنذار للهلال، انذار يعني تخيل الان هلال انذار، سبيت انذار، فيصل انذار، ثلاث انذارات على الجانب الثاني، ايضا ثلاث انذارات، يعني ست بطاقات صفر في المباراه الى الان. الامور كما ذكرت يعني صعبه وصعبه جدا، وخلاص المساله يعني قلت لك منتخب الإمارات في مهب الريح بصراحة بالنسبة لهذه النتيجة، والأمور هي الحسبة بالأرقام والحسبة بالنقاط يا جماعة. احنا الآن أوريدي يعني أول مباريتين على ملعبنا هني وخسرنا ست نقاط، وبالتالي من الصعب التعويض، يعني لأن الفريق اللي يبغي يكمل لابد أن يكسب على ملعبه وبعد ذلك يفكر حتى بالتعادل خارج ملعبه، بس كونك تخسر على ملعبك هني المصيبة، هني المصيبة يعني خلاص. كرة اللعب على طول توصل لأحمد دادة، ينقلها لسبيت خاطر، سبيت ينقلها على الجانب الشمال الآن مباشرة لعادل عبد العزيز، عادل ياخذ كرة يحاول يتقدم يلعبها في مكان الكرة اللعب تتخلص،
ترجع للهلال. مش عارف يعني هم قدموا الشوط الاول ولا اروع في الشوط الثاني، الفريق اختلف تماما. هذا دليل على ان نعم هناك في خلل معين. يعني شفنا احنا في الشوط الاولاني كان في نوع من الترابط في 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 الخطوط، في الشوط الثاني افتقدنا الترابط، كانوا بعيدين عن بعض ابدا، الخطوط بعيده عن بعض، اللعيبه بعيده عن بعض، يعني مجرد جري وبس. هذا في الشوط الثاني اللياقه البدنيه بدات تنزل على طول، كرة اللعب افتقدنا التركيز. شفنا احنا يعني في الشوط الاول كان في ضغط على اللاعب حمل الكرة، في الشوط الثاني هذا الشيء ما موجود. ليش؟ لان متى ما قلت اللياقة، متى ما افتقدت التركيز، متى ما ايضا ما قدرت تجري وما قدرت تتعامل مع الكرة بشكل صح من خلال الضغط على اللاعب حمل الكرة، من خلال تسكيل المساحات، العودة مرة ثانية للارتداد للتغطية. كرة القدم اصبحت علم، يعني ما مش شغل ارتجال ابدا. إهلال والله المسألة تحتاج لوقفة، وتحتاج لوقفة يعني وقفة كبيرة، وتحتاج لدراسة السلبيات الموجودة، وتحتاج أنا أعتقد أن هناك في خلل معين. يعني هذا الخلل يحتاج لدراسة من كل الأطراف، الكرة تتخلص على طول. المسألة ما هي مسألة يعني النتيجة وبس. أنا أعتقد أن النتيجة هذه يعني النتيجة خسارتنا اليوم وخسارتنا أمام كوريا الشمالية، هذه تحتاج لوقفة من جانب اتحاد كرة القدم لدراسة هذه النتائج أو لدراسة السلبيات الموجودة، لأن لابد أن يكون في خطأ معين موجود. الخطأ هل قدرات اللاعبين لا تسمح، إمكانياتهم، الخطأ في الجانب الفني، أي الكادر الفني أقصد الخطأ. يعني ما أعتقد الأخوة في اتحاد كرة القدم وفروا المناخ الكامل للكادر الفني في أنه هو يهيئ هذا المنتخب بالشكل الصحيح. شفنا احنا الله يعين الواحد، خلاص اكثر من كذي شو تقدر تقول؟ اكثر من كذي انا اقدر اقول ان حان وقت الحساب بالنسبه لي الكادر الفني تحديدا. تعالوا نشوف، نقعد يا اخي على الطاوله ونشوف انت شو سويت وشو مردودك وشو اللي قاعد تسويه بالضبط، لان فعلا الامور ما هي مساله كره قدم ولعب وهي بدنا نلعب. لا، مساله يعني الان الدوله تدفع ملايين الملايين في مسألة التحدي، أكيد، لأن احنا نبحث الآن عن وصول، نبحث كذلك عن تحدي جديد على الساحة، إن كانت الإقليمية والقارية وحتى العالمية. يعني عفوا لو أخذتكم برا شوية، لكن أعتقد أن هناك حسابات لابد أن تكون، وعلى الإعلام أن بصراحة أن يكون يعني على قدر من المسؤولية وينصف الكل. وفي رأيي الشخصي على الإعلام أنه خلاص، يعني قالوا لنا خلاص نهدى وكذا والأمور تمشي أوكي، احنا هدينا في هذه الفترة، ولكن على الإعلام الآن أن يتعاطى بشكل إيجابي مع ما مع 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 يحصل الآن في الساحة الكروية. هناك أخطاء موجودة كبيرة وكبيرة جدا، وهنا طبعا حكم المباراة يصفر السيد يوشي نيشيمورا وينهي هذه المباراة بفوز المنتخب السعودي على منتخب الإمارات بهدفين. هذا منتخب الإمارات تقدم عن طريق سبيت خطا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عبد العطيف يسجل هدف السعودي الأول وعمر الغامدي يسجل هدف الثاني. إذا منتخب الإمارات ولا نقطة من مباريتين، المنتخب السعودي 4 نقاط من مباريتين تعادل وفوز. إذا مرة ثانية أقول لك يعني بصراحة بكل أمانة يا جماعة الخير، علينا أن تكون هناك وقفة قوية وقوية جدا، المحاسبة مطلوبة، من هو مخطئ لابد أن يتحاسب. السمعة هي سمعة الكرة الإماراتية، السمعة يعني ليست فقط لبرونوميتسو أو غيره، لأن برونوميتسو هو الرجل المسؤول والمطالب أيضا بأن يجرى معه تحقيق حول ما حصل وما يحصل. سيداتي أنساتي سادتي، أذهب بكم مباشرة إلى الأخوة عبد الرحمن أمين والزملاء في استوديو التحليل، وهذه أطيب تحياتي علي حميد، إلى اللقاء.